خليني هروح بقى على أمر مهم جدا. إيه اللي هو حضراتكم عارفين أنه إسرائيل سيطرت على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. طب السؤال، هل هذا قانوني؟ الحقيقة أنه جملة وتفصيلا مش قانوني على الإطلاق، لأن أنا عندي اتفاق وقع يوم 15 نوفمبر سنة 2005 اسمه اتفاق المعابر. الاتفاق ده موقع عليه 4 جهات مالهمش خامس: مصر، الاحتلال، خد بالك، فلسطين السلطة يعني، والاتحاد الأوروبي. بيقول إيه؟ بيقول إن الجانب ده من المعبر مش في إيد إسرائيل ومش بتاعتها ومش من حقها تتحكم فيه. نيجي بقى، إحنا عايزين ندخل الشحنات بتاعتنا بتاعت المساعدات الإنسانية، لأنه من الآخر هو إحنا تقريبا الملاذ الأخير. مصدر رفيع المستوى قال نصا: مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح. ليه؟ لأنه طبعا إحنا رافضين مسألة سيطرة إسرائيل على هذا المعبر. مش بس كده، المصدر بيقول مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح. معانا على التليفون دكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب السياسي الكبير وطبعا خبير شؤون الشرق الأوسطية والعلاقات العربية الأمريكية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ محمد. ازاي صحة حضرتك يا دكتور؟ دكتور، كيف ترى هذا المشهد المتعلق اولا بتصويت الجمعية العامة باغلبية 143 دولة لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الامم المتحدة مع الرفض الامريكي الواضح والمعلن؟ من ناحية اخرى، سيطرة اسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، يعني هو ناخدها كالتالي: ان كل هذه الخطوات جوه ازمه كبيره للغايه. يعني الازمه اللي هي بدات في 7 اكتوبر، وبعد ذلك لدينا بقى كل الصوره المأساويه لدرجه الشعب الفلسطيني في غزه، للتوتر الموجود في المنطقه، للضرب في البحر الاحمر، للحرب الجاريه بين لبنان واسرائيل. هناك يعني المنطقه كلها يعني إذا جاز التعبير مولعة، هذا أشكال مختلفة يعني. فيها خطوات، محاولات لحل هذا الموضوع عن طريق مخرج استراتيجي كبير وهو حل الدولتين وأن تكون دولة فلسطينية. سعي لها في مرحلة اللي أقدر أقول إنها في مرحلة التسويق حاليا يعني. إنه في الآخر الذي سوف يحكم في الموضوع العضوية سوف يكون مجلس الأمن. وهنا يعني تكون حسب المرحلة التي فيها الولايات المتحدة، لأنها من الدول التي تحدثت كثيرا أيضا عن حل الدولتين، ولكنها تريد أن يكون حل الدولتين برضاء من إسرائيل أو بموافقة من إسرائيل. هذا الأمر يعني بعيد المنال على الأقل في المرحلة الحالية، لكن هناك عمليات كافة مختلفة في مناطق مختلفة من هذا الحل. موقف المصري طبعا بيساهم بذلك، ان يعني يؤكد على الاقل بقوه شديده على انه في عدم شرعيه كامله لوجود اسرائيل اصلا في غزه. صحيح. يعني هي القضيه انها تحاول الاستيلاء على الجانب الاخر او استولت على الجانب الاخر من المعبر، هي بتستكمل الاحتلال او اعاده احتلال غزه الى اخر نقطه فيها الى المعبر. يعني من الناحيه الجغرافيه البحته هي دي اخر نقطه تريد اسرائيل ان تحتلها، تمهيدا كما تقول للدوله الاخيره للمعركه مع حماس. هنا يعني الموقف المصري واضح هنا انه ادانه ورفض الاحتلال، لانه لا نتعامل كالجانب الاخر او الجانب المصري من المعبر مع سلطه اسرائيليه على الجانب الاخر. طبعا هنا لدينا خطوات كثيره ينبغي ان نسعى اليها، وهو ان تكون هناك سلطه فلسطينيه حقيقيه نقوم بتقديمها للعالم انها هي التي سوف تكون على الجانب الاخر من المعبر. هذه مساله هي التي يعني ربما تحتاج الى جهد دبلوماسي وسياسي، اولا لكي تتفق الفصائل الفلسطينيه، ثانيا لكي نرشح من الذي سوف يقوم بحكم غزه في اليوم التالي كما يدعي التعبير،
بعد ان تنتهي هذه المعركه القادمه التي يبدو ان اسرائيل مصممه عليها بعد ان فشلت في المعركه التي كانت في شمال غزه وفي وسط غزه وفي جنوب غزه، ولا زال الاشتباك مستمر ليس فقط على جبهه غزه وانما على جبهات اخرى متعدده اخرى. فهنا يعني استمرار الاسرائيلي في عمليه الاحتلال هو استمرار لعمليه اشتعال المنطقه ببساطه شديده، واللي هي تجعل اسرائيل تحت تهديدات كبيره، ولكن تاخذها اليها سلطه نتنياهو واليمين الاسرائيلي. ولذا بنجد هجوم غير قليل من الادارات الدول الغربيه على التركيبه السياسيه الحاليه في اسرائيل. فهنا طبعا نحيي الموقف المصري، موقف سليم وموقف مساهم، لكن لا زال لدينا يعني طريق طويل للتعامل مع هذه الازمه، لانه القرار الذي صدر عن الجمعيه العامه سوف يصل الى مجلس الامن، وايضا اذا كان الوضع هيبقى انه حماس سوف واسرائيل سوف يخوضان معركه كبيره، معناها انه هيكون في ثمن انساني فادح. هنا يعني ينبغي ان يكون هناك قوله اخرى، يعني ما الذي سوف نفعله لعمليه دخول مؤكد ان مصر لا تستطيع ان تقدم معونات لاسرائيل لكي تعطيها للفلسطينيين، هذا يعني نوع من السلوك لن تقوم به طبعا مصر. وانما الان الولايات المتحده تقوم بجسر بحري في اتجاه، وهناك احيانا تدخلنا نحن واخرين لالقاء يعني معونات جويه، لكن هو ثبت انه هذه الوسائل لغايه دلوقتي لم نجرب الجسر البحري، لكن الواضح وعلى اتفاق جميع اجهزه الاغاثه ان الطرق البريه هي لوحدها التي تستطيع ان تقدم يعني كميات على الاقل تقيم عود المقيمين في غزه. طيب دكتور عبد المنعم، في ظل هذا الوضع يعني إسرائيل مسيطرة على المعبر من الجانب الفلسطيني، الرصيف البحري اللي بتعمله الولايات المتحدة الأمريكية طبقا للتقارير الصحفية لن يمرر أكثر مما تحويه حوالي 150 شاحنة، وهذا غير كافي على الإطلاق. حتى العمليات الإسقاط الجوي اللي بتقوم بها مصر مع الأردن والإمارات لن تكون أيضا كافية دون مرور المساعدات عبر الطريق البري. إذا سيناريو قادم قريب للشعب الفلسطيني، كيف سوف يعيش هذا الشعب في غزة؟ هذه المعركة الكبيرة اللي جاية، يعني هي إنه لدينا أولاً أسلحة دولية، لكن أنا رأيي لن نستخدم قوي الأسلحة الإقليمية، وهي إنه مفيش مقاطعة لما وراء الحكومة الإسرائيلية الحالية. يعني أرأي لازم نزود عيار حتى التعامل مع المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، المؤسسات العامة، الجمعيات الأهلية، الأحزاب السياسية، هناك أمور كثيرة تحتاج، لأنه هنا الحكومة الإسرائيلية سوف تظل بمثل هذا التعامل وهذا التعالي الذي تقوم به، وحتى هذا الإجرام فيما يتعلق بالمأساة الإنسانية في غزة طالما يتحكم فيها نتنياهو وشابير وسموتريتش، لابد ان يكون هناك اصوات اخرى، خاصه ان هناك يعني طبعا هناك لا يزال كثير من الاسرائيليين يعني تاثير حادث 7 اكتوبر فيهم يعني كبير للغايه، وعندهم رغبات انتقاميه بشعه، انما علينا ان نحاول يعني هناك طرق ينبغي البحث عن جدواها في هذا المجال، ما لم ياتي يعني لا يكون لاحد يعني ما يعتقد انه يتم اقتحام مثل هذه الامور ونفجر المنطقه كلها بشكل مختلف يعني. طيب بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور عبد المنعم سعيد كاتبنا السياسي وخبير العلاقات الدوليه الكبير والمعروف.